Wait, that's a thick one. سير تقود اشرف انت مالك امي دير لي السبوع واش بنادم تيقول اشرف وبنادم تيقول حط صويرتي عندك شي دليل اود القحبه عندك لاكارت ناسيونال صوره وصوت عندك الحاله المدنيه صوره وصوت وانتم ما تطبلكم هام دقدقين وغادي مقيدين بحال الحمير وانا تتسطع على دوك الحمير انتم غير بهايم انتم النوع الانسان تنسميه البهايم يعني غادي نتابعين الانترنت غدا الى حوشي تصاور يسميو كمال هاتيو تقولوا راه كمال انا ديال الزمن هضر بالموضوعيه تفضل استاذ راه تنقريك الحمار انا راه الاسطوره تنقريك انا راه جايل ودرت بوم في يوتيوب واش انا ب 50 درهم يا الزمن واش انا ندير رحله لتطوان بزباله الفلوس واوتيل بزباله الفلوس غير انا واخت سويت واش لالا التاغيه هي اوتيل بلازا ها في مراكش انا الحمار ماشي المنادي والحمار شو والحمار وتسنى باش نوريك فينا تمشي تسقي والحمار شو والحمار راسي المنادي بوحدو والحمار والفلوجة بوحدو والبغل والضبع والبهيمة ولا كاين فرق والحمار استفد راه تيضحكوا عليك الناس والحمار الناس غيتصنطوا اليوتيوب وغيضحكوا عليك وعلى هي بقات في الكاسكيطة ورا المنادي بوحدو الحمار والفلوجة بوحدو الحمار المنادي الحمار هو اللي دور لي قال له مول الكاميون خلي كاميون مور الدورة والحمار الفلوجة هو اللي قال الو عمي كاين هود والحمار استفدتي دابا انا نخليك تهضر باش نشوفك واستفدتي يا الحمار ما استفدتيش وما استفدتيش والحمار الفلوجة بوحدو المنادي بوحدو الفلوجة تي يدرس مواضيع اجتماعية والمنادي عنده نيفو ديالو عنده المسائل ديالو مجال ديالو تيدقدق ليا في بوق ملا ولي زاندي شتا هو القحبة حتى نهضر معاك دابا ساعة ونص الرد على النقاش الذي اثار الجدل من تنظيم مول الكاسكيطة واش داير ولد القحبة دير رحلة الى عين لالة التاغية هذا هو النقاش يا ولد القحبة الذي اثار الجدل هو عين التاغية ب 50 درهم الله ينعل يعني دين الزم البوك يا ولد القحبة كرش كامرة بالعدس دوي تنسمعك هادو ودوي تقداو لك ولد القحبة بيتزا ب 50 درهم الله ينعل يعني دين الزم البوك ثم من الضمير ديال النصابة عطيونا صورة وصوت كما تنديرو تحنا قطع ولد القحبة ما يقدرش يعطينا الدليل عطينا الدليل بان تنظمات رحلة هذا هو الدليل ديالنا هو غدا يقول لي وحيد النمرة زبي راه شوهوني عطينا يا ولد القحبة الدليل بان دارت الرحلة عطينا الدليل ويفوز الفلوجة بطبيعة الحال على مول الكاسكيطة ذوي العقل الفارغ ما بقاتش في الكاسكيطة أمو الكاسكيطة الحمار يا ولد القحبة فبقات اللي عنده سال الدرس نستمعوا للتسجيل ديالنا